السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. بهذا الفيديو راح نتكلم عن بعض الأشياء اللي تخص لعبة ببجي. اليوم ما راح نسوي مراجعة تليفون أو أي أشياء ثانية تخص التليفونات، بل راح نتكلم عن لعبة الموبايل اللي هي الببجي موبايل. هذه اللعبة اللي اشتهرت بالفترة الأخيرة وحصلت شعبية جارفة جدا، وشفنا الكثير من الناس أدمنوا على هذه اللعبة. وصراحة بالفترة الأخيرة صرت أخاف أنه أنا صرت مدمن على هذه اللعبة. عموماً اليوم جايب لكم اثنين من الإكسسوارات اللي أنا شخصياً أستخدمهم باللعبة، وبعد ما جربت الكثير من الإكسسوارات صراحةً ما لقيت أفضل من هذه الإكسسوارات اللي ممكن أنه تساعدني باللعبة، وبصراحة حسنت مستواي باللعبة بشكل أفضل. فهذين الإكسسوارات من شركة بيسوس، وهذا الفيديو مو إعلان للشركة أو المنتجات الشركة، وإنما بالصدفة المنتجات الاثنين اللي استخدمتهن من نفس الشركة. عموما أول شيء عندنا هو هذا الشفت اللي خلينا نفتحه. أول شيء شفتات اثنين، ولكن هذه الشفتات راح تختلف عن كل الشفتات اللي موجودة في لعبة ببجي، وهسه راح أراويكم شلون تختلف. ماكو شيء ثاني بالعلبة، ماكو شيء ثاني بالعلبة. طيب مثل ما نشوف هذه الشفتات اللي نوعا ما حجمها كبير، وتختلف عن الشفتات الباقية انه متصلة بنفس القطعة البلاستيك، فيكون عندك مسكة. صراحة ذكرتني بالجويستيك او اليد اللي موجودة بالنينتندو سويتش، فتقدر تركبها. طبعا هذه الشفتات الحلو بيها انه تختلف عن الشفتات الثانية اللي تجي قطعة واحدة تتركب هنا وممكن انه تفلت او توقع، بل هي عبارة عن قطعة واحدة مثل ما نشوف. طبعا اغلب الناس اللي تستخدم اكسسوارات او شفتات او يدات بلعبة ببجي تستخدمها لبعض الاغراض اللي تخلي حركتها وادائها باللعب اسهل واسرع، بحيث يخليه ممكن انه يصير محترف باللعبة. فتخصص هذه الأشياء حسب الشيء اللي يناسب استخدامها وطريقة لعبها. فهذه الشفتات بالعادة راح تؤدي غرضين، بحيث واحد يكون لمهمة معينة والثاني راح يؤدي مهمة أخرى. فبالعادة أنا أخصص هذا الشيء أنه يكون واحد للرمي والآخر يكون للزوم بالسكوب، أو ممكن أنه واحد يكون للرمي والثاني يكون للقفز. الآن خلينا نركب الشفتات ونخصص هذه الشفتات وأماكنها حسب الشيء اللي يناسب استخدامنا. فواحد راح يكون للرمي والثاني يكون للقنص أو الزوم بالسكوب. طيب مثل ما تشوفون فخلصنا من الاكسسوار الأول، وأكيد راح تسألون شنو هو الاكسسوار الثاني. طيب راح نجرب الاكسسوار الثاني وبعدين نجربهن اثنيناتهن سوية حتى نعرف أدائهم باللعب وشون أنا قاعد أجربهم وقاعد ألعب بيهم بالفترة الأخيرة. بالنسبة للإكسسوار الثاني هو عبارة عن السكشن كاب وايرلس تشارج، هو عبارة عن قاعدة شحن تتركب بظهر الهاتف بالنسبة للتليفونات اللي تدعم الوايرلس تشارج الشحن اللاسلكي. في أي تليفون يدعم الشحن اللاسلكي راح تقدر تركب عليه هذه القطعة بكل سهولة، بحيث المعروف أنه كل التليفونات راح تشحن بسلك من الجانب، وهذا الشيء راح يكون مزعج للناس اللي تريد انه تشحن وتلعب بنفس الوقت، فممكن انه الكيبل الشحن يضايقهم اثناء اللعب. وهذا الشيء كان مريح جدا بالفترة الاخيرة في لعبة مثل ببجي، فمرات تنسى تشحن تليفونك او مرات اثناء اللعب وتشوف انه بطارية تليفونك راح تخلص. فالتليفونات اللي تدعم الشحن اللاسلكي حصرا هذا الاكسسوار راح يناسبكم. فخلينا نفتح العلبة ونشوف هذا الاكسسوار. طبعا عندي قطعة ثانية من الاكسسوار، لكن حبيت انه نفتحها من الاول. مثل ما نشوف انه الاكسسوار عبارة عن مربع وبي مثل الاشياء اللي تلزق على الجامة، فاغلب التليفونات اللي راح يكون بها دعم للشحن اللاسلكي ظهرها راح يكون زجاجي، لذلك هذا الشيء محسوب حسابه هنا بهذه القطعة. الحلو هنا انه الكيبل طويل، فعندك مسافة طويلة بالنسبة للكيبل. خلينا نربطها على الشحن. فهذه القطعة راح تكون مفيدة جدا للناس اللي تحب انه تشحن تليفونها او بطارية تليفونها راح تخلص وهي تلعب الببجي، فراح تكون بهذه الطريقة تربطها ويبدأ التليفون يشحن بكل سهولة، وراح الواير ينزل من هذه المنطقة وما راح تأثر عليك اثناء اللعب بحيث تلعب بهذه الطريقة. فهذه القطعة راح تكون حلوة ومفيدة جدا للناس اللي تحب انه تلعب وتشحن تليفونها بنفس الوقت، وسلك الشحن من هذا المكان راح يضايقها لما تكمش التليفون بهذه الطريقة، فهذه القطعة راح تكون بطلة.
هسه تركنا القطع الخاصة بالشحن وخلينا نجرب موضوع الشفتات ونشوف أدائهم باللعب. هذه الشفتات مثل ما قلت لكم أفضل من الشفتات اللي تجي مقطوعة أو عبارة عن قطعة واحدة من هذه الجهة، بحيث هذا الشيء ممكن أنه يخليها تفلت بكل سهولة. هذه الشفتات تجي يعني بشكل كامل. نريد سلاح، سلاح، ندور على سلاح أو قناص. أكو رمي، طيب تأكد أنه واحد قاعد يرمي، أكيد هذا بوت. جرب قلت لك بالبوكسات، تجرب قلت لك بالبوكسات، بالبوكسات قتلتك، بالبوكسات قتلتك، بالبوكسات قتلتك، بالبوكسات قتلتك، قتلتك بالبوكسات، قتلته بالبوكسات. شوف مثل ما شوف هذا الشفت يطي الزوم، هذا الشفت يطي الزوم، وهذا الشفت يرمي، فهذا الشفت يرمي، هذا الشفت يطي الزوم، تمام. هذا مو اتعس دراجة ممكن انه تركبها ببجي، لا تثبت ولا تقدر انه انت تناور بيها. انا قاعد ابين لكم الاكسسوارات اللي انا استخدمها بلعبة ببجي، لانه واي سأل بفيديو النوت 9 وببجي وما ببجي وانت محترف. والله انا يعني مو محترف، وانما هاوي للعبة الفترة الاخيرة، وان شاء الله الفترة الاخيرة راح امسحها واخلص منها، لانه اخر ايام بدينا نضيع وقت هواي عليها وعندنا فيديوهات هواي ان شاء الله لازم تنزل. فمثل ما شفتوا بهذا الشفت تطي زوم، بهذا تضرب وبس، هذا تطي زوم تضرب عادي، تطي زوم فاي واحد يهاجمك بسهوله ممكن انه تطي زوم. مثل ما شفتوا هذين القطع والاكسسوارات اللي استخدمهن بلعبة ببجي، الشفتات الاثنين اللي يجن بقطعة كاملة اللي افضلهن عن الشفتات اللي يكونن منفصلات مثل ما قلت لكم، لانه الشفتات اللي تجي منفصلة وتتركب فقط باعلى التليفون ممكن انه تفلت او يعني ما احسها عملية اكثر، وخصوصا هذه القبضة راح تكون افضل كمسكة بالتليفون، فتحس انه انت ماسك يده. وهذا الشاحن اللي مثل ما قلت لكم راح يساعدك انه تشحن تليفونك وانت تلعب بنفس الوقت، ويخلي الكيبل ما يضايقك، فراح يشتغل على التليفونات اللي تدعم الشحن اللاسلكي فقط. فاي تليفون يدعم الشحن اللاسلكي هذا الشاحن راح يكون مفيد بالنسبة له، خصوصا اذا كان يلعب بشكل مستمر. في نهاية الفيديو اتمنى انه الفيديو عجبكم. طبعا اللي يسأل عن محتوى القناة، فمحتوى القناة مثل ما هو لا تخافون، محتوى القناة هو نفسه مختص بالتليفونات والمراجعات، ولكن بما انه ببجي منتشرة بالفترة الاخيرة بشكل فظيع واني شخصيا استخدم هذين الاكسسوارات اخر فترة، فحبيت انه اشارككم التجربة. فبالنهاية اتمنى انه تتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ولايك للفيديو. تحياتي، اخوكم محمد الحداد، في مالا.